شروط لا إله إلا الله هي شروط ثمانية، وقد كان البعض جعلها سبعة في بيت من الأبيات، لكن زيد عليها شرط ثامن معتبر. فالبيت الذي ضمن فيه هذه الشروط السبعة قول القائل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فالشرط الأول العلم وضده الجهل، لا بد أن تكون عالما بمعناها. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين وضده الشك، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما أعطاه عليه، قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الشرط الثالث الإخلاص وضده النفاق، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. الشرط الرابع الصدق وضده الكذب، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند: من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه يصدق لسانه فعله وفعله لسانه دخل الجنة. قال: يصدق. الشرط الخامس المحبة وضدها الكره، قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرط السادس الانقياد وضده الترك، قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الشرط السابع القبول وضده الرفض، قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.